في البداية خلينا نعرف السادة المشاهدين دكتور عن جامعة مصر المعلوماتية عبارة عن إيه؟ إيه المختلف فيها عن باقي الجامعات؟ إيه اللي بتقدم التخصصات حتى الجديدة؟ يعني فيها تخصصات جديدة كمان. هي جامعة مصر المعلوماتية جامعة زي ما حضرتك تفضلت وقلت، هي جامعة أسستها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع وزارة التعليم العالي كجامعة أهلية، كجامعة من أوائل الجامعات في المنطقة، منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، اللي هي متخصصة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، أو عشان كده بنسميها المعلوماتية، والتخصصات اللي متأثرة بيها بشدة. فكان الفكر هو جامعة تخصصية لعلوم المستقبل أو حتى علوم الحاضر والمستقبل اللي هي مطلوبة لسوق العمل المحلي والعالمي. من هنا كان عندنا 4 كليات، كلية الهندسة وهي ليست كلية تقليدية لأني برضو بتركز على التخصصات اللي تهمنا اللي هي اتصالات، إلكترونيات، دي مهمة جداً، الحاسب، هندسة الحاسب، ميكاترونيكس، هنفتحوا البرنامج إن شاء الله السنة دي يعني مع الدفعة الجديدة اللي داخلة دلوقتي، وهندسة صناعية باعتبار اللي هي الثورة الصناعية الرابعة. إنما وفي بقى كلية علوم حاسب ومعلومات، كلية علوم حاسب ومعلومات اللي هي فيها التخصصات أو المسارات اللي بنتكلم عليها دلوقتي اللي هي زي الذكاء الاصطناعي، علوم البيانات، علوم وهندسة البيانات، هندسة البرمجيات، برمجة الألعاب الإلكترونية، دي برضو من التخصصات اللي مطلوبة طبعاً. جدا بالظبط كده، وهكذا فيها تخصصات مختلفة، وفيها السايبر سيكوريتي بالظبط اللي هو أمن المعلومات الإلكتروني أو الأمن السايبراني، وطبعا تخصص علوم حاسب عموما للي بيحب اللي هو التخصص الأساسي الكور. فدي كلية. الكلية الثالثة يمكن أحب أتكلم عليها لأنها برضو مختلفة، هي كلية تكنولوجيا الأعمال، فهي خليط بين إدارة الأعمال وبين التكنولوجيا والتخصصات الجديدة والعلوم بقى اللي هي علوم وهندسة البيانات داخلة فيها بشدة، البيتكوين واللي بنتكلم عليه دلوقتي، والفينتك أو تكنولوجيا التمويل برضو بنتكلم عليه دلوقتي، فيها تخصص اللي هو تحليل الأعمال اللي هو بيدخل فيه الذكاء الاصطناعي وبيدخل فيه برضو اللي هو تعلم الآلة وهكذا، في اللي هو بنسميه اللي هو التسويق الرقمي، وده مهم جدا زي حضرتك دلوقتي كل التسويق دلوقتي بيشتغل من السوشيال ميديا وغيره وغيره، ده كلها تسويق رقمي. ففيها تخصصات متميزة جدا ومش متوفرة كثيرة ومطلوبة جدا في سوق العمل. الكلية الرابعة واحنا بنقول دي الفاكهة عندنا بتاعت الكليات اللي هي الفنون الرقمية والتصميم. الفنون الرقمية والتصميم هي ليست بالضبط، هي الفنون ليست الفنون الجميلة بالشكل التقليدي أو الفنون التطبيقية، يعني برضو فيها التخصصات اللي هي دمج بين التكنولوجيا وبين الفنون، فعشان كده بنسميها فنون رقمية وتصميم. دي بتأهل الطالب لإيه؟ إن هو يعني يشتغل. عندنا احنا فتحنا برنامجين كنا من السنة اللي فاتت اشتغلوا بالفعل، فدي السنة الثانية للطلبة، هو بيبقى عندهم سنة تأسيسية ثم سنة ثم بيبدأوا التخصص، فبدأنا في برنامجين منهم اللي هو تجربة المستخدم وتصميم الألعاب الإلكترونية. يمكن حضرتك تلاحظوا هنا الألعاب الإلكترونية موجودة هنا تصميم في كلية فنون رقمية وتصميم، وموجودة في الجانب الآخر في كلية علوم الحاسب اللي هي البرمجة والجزء، فالطلبة ممكن من الجانبين يبدأوا بيشتغلوا على مشاريع مشتركة. يعني الألعاب الإلكترونية زي ما حضرتك تفضلتي وقلتي السوق بتاعه ضخم. مفتوح جدا وكبير، والتخصص ده مش متوفر لسه في مصر. صحيح. لا وما فيهوش هويتنا كمان، يعني إضافة لقلته جمانة احنا ما عندناش الهوية المصرية أو العربية في السوق ده، دايما صحيح. بنلاقي الهوية الغربية، بنلاقي العنف، بنلاقي الدم، صحيح، مش حاجات القريبة مننا يعني. صحيح. هو في الفنون الرقمية بقى بيركزوا على الجانب الفني والرقمي، يعني برضو الطلبة بيتعلموا شوية في البرمجة واستخدام التطبيقات المختلفة كمان، إنما الجانب الفني في الألعاب فده مهم جدا، ويحطوا فيها الهوية بتاعتنا فده مهم جدا. تجربة المستخدم مثلا كبرنامج برضو ذكرته أو بنسميه اليوزر إكسبيرينس، ده مطلوب في حاجات كتير، مطلوب حتى في المنتج زي الموبايلات اللي احنا بنستخدمها كلنا، لو حضرتك ما عندكش اللي بيصمم بتجربة المستخدم اللي هو متعلم كويس الجانب الفني ده، حضرتك هتتعب وانت بتستخدم الموبايل لأنك مش عارف توصل للمعلومة بالشكل السهل، بالشكل السلس، بالشكل اللي بيراعي الألوان وبيراعي حاجات كتير، انه يوصل بسرعة للمعلومة، يقدمها ازاي وهكذا.
فدي على كل المنتجات يعني الشركات والمصانع بتحتاج برضو الشخص اللي بيعرف تجربة المستخدم. إنما طبعا في بقى التخصصات التانية زي ما حضرتك قلت اللي هو الرسوم المتحركة والجرافيك ديزاين التصميم وهكذا. طبعا خلينا كمان نضيف لحضرتك اللي قلتيه دكتور ريم انها جامعه مصر المعلوماتيه هي جامعه اهليه غير هادفها كمان للربح عشان برضو تبقى المعلومه كامله والصوره كامله للساده المشاهدين.